بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الطالبات الصف الأول الثانوي، معادنا النهاردة مع الدرس الرابع من دروس الترايجونومتري. الدرس عنوانه Related Angles. أول حاجة عايزين نعرف يعني إيه كلمة Related Angles. بنقول له they are two angles the difference between their measure or the summation of their measures equal a whole number of a right angles. يعني ايه الكلام ده؟ ركز معايا. اي تو انجلز السمشن بتاعهم 90 اور مالتيبل اور اوف 90 او الديفرنس بتوين زير ميجر 90 اور مالتيبل اوف 90 بيبقى اسمهم ريليتد انجل، يعني في علاقه بتربطهم ببعض. ريليتد انجل يعني التو انجلز دول مرتبطين ببعض، يعني التريجونومتريك ريشوز بتاعتهم في علاقه كده بتربط ما بينهم. خلاص ده معنى الكلام. المالتيبلز اوف 90 يعني 90 180 270 360 وهكذا، دول كده اسمهم المالتيبلز اوف 90. فلو عندك اي تو انجلز السمشن بتاعهم او الديفرنس ما بينهم بيديك 90 او بيديك 180 او بيديك 270 او بيديلك 360، دول كده بيبقى اسمهم ريليتد انجلز. زي ايه يا مستر عشان افهم؟ ال 130 وال 60 مثلا، دول كده ريليتد انجل. ليه؟ عشان ال 30 بلس 60 بيطلع 90. عندك ال 120 وال 30 دول ريليتد انجلز. ليه؟ عشان لو عملنا 120 ماينس 30 طلع 90. ال 200 وال 20 دول نقول عليهم ريليتد انجلز. ليه؟ علشان ال 200 ماينس 20 بتطلع لي 180. تمام؟ الـ 390 والـ 30 related angles. ليه؟ علشان الـ 390 minus الـ 30 تديني 360. الـ 300 والـ 60 related angles. ليه؟ لأن الـ 300 plus 60 تديني 360. الـ 220 والـ 50 دول related، لأن الـ 220 plus الـ 50 تديني 270. يبقى أي two angles السمشن between their measure يديني حاجة من دول، أو الديفرنس بتوين زير ميجر يديني حاجة من دول، دول كده بيبقى اسمهم ريليتد أنجلز. دول كده بيبقى اسمهم إيه؟ ريليتد أنجلز. تمام؟ ركز معايا كويس جدا علشان أنا هلخص لك جزء كبير من الدرس في شوية المعلومات اللي قدامنا دي، ومش هتعرف تحل غير إذا كان كل الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي كله بدماغك، كله في دماغك. لو اعتمدت على إنك تحفظ الجزء دول مش هتعرف تحل حاجة. الجزء مش صعب بس محتاج شوية أفكار كده تبقى كلها جوه مخك في وقت واحد. هنظمها لك علشان الدرس ده في الكتاب واخد جزء كبير جدا. إحنا هنلخص لك شوية الأفكار اللي على السبورة دي وهطبق لك عليها، تكتشف ان القصة في منتهى السهولة، بس ركز معايا في الحاجات اللي بتحطها في دماغك. اول حاجة لازم تبقى فاكر الكوادرنت بتوعك ومين بوزيتيف ومين نيجاتيف، ودي قلناها اكتر من مرة بقولها لك تاني. الفيرست كوادرنت كله بوزيتيف، السكند كوادرنت الساين والكوسيك بس هما اللي بوزيتيف، الثيرد كوادرنت التان والكوتان بس هما اللي بوزيتيف، الفورس كوادرانت والكوزاين والسيك بس هما اللي بوزيتيف. ادي اول حاجه. طيب تاني حاجه، بص معايا كده، دي ال 90. احنا بنتكلم لو عندنا سيتا، والسيتا دي اكيوت انجل يعني الميجر بتاعها سمولر 90. لو فهمت كده ال 90 لو خدنا منها سيتا، خدنا منها عملناها ماينس سيتا، مش هرجع هنا، يبقى ال 90 ماينس سيتا دي معناها في الفيرست كوادرانت. طب لو قلنا 90 بلس سيتا يبقى انا كده بقيت فين؟ ها؟ في السكند كوادرنت. وهكذا بقى، يبقى 180 ماينس سيتا يبقى هرجع للسكند كوادرنت، 180 بلس سيتا يبقى انا رحت على الثيرد كوادرنت، 270 ماينس سيتا يبقى هرجع للثيرد كوادرنت، 270 بلس سيتا يبقى انا رحت على الفورس كوادرنت، 360 ماينس سيتا يبقى انا رجعت على الفورس كوادرنت، 360 بلس سيتا تبقى هي نفسها السيتا اللي عندك اللي هي بتاعت الفيرست كوادرنت. تمام؟ الكلام ده اهو، يبقى 90 ماينس سيتا هتبقى دي انجل في الفيرست كوادرنت، والفيرست كوادرنت كله بوزيتيف زي ما احنا قايلين.
طب لو قلنا انا هدي بلس ثيتا يبقى ده كده سكند كوادرنت، اللي هو بيبقى عندي البوزيتيف اللي فيه هو الساين والكوسيك والباقيين بيبقوا نيجاتيف. 180 ماينس ثيتا، ماينس ثيتا يبقى انا رجعت للسكند كوادرنت اللي هو البوزيتيف بتاعه الساين والكوسيك. 180 بلس ثيتا، ها يبقى انا كده بقيت في الثيرد كوادرنت اللي البوزيتيف بتاعه تان وكوتان. تمام؟ ال 270 ماينس ثيتا يبقى انا بقيت في الثيرد كوادرنت اللي البوزيتيف بتاعه التان والكوتان. 270 بلس ثيتا يبقى انا كده بقيت في الفورس كوادرنت اللي البوزيتيف بتاعه كوزاين وسيك. تمام؟ 360 ماينس ثيتا، اهي 360 ماينس ثيتا يبقى انا في الفورس كوادرنت اللي البوزيتيف بتاعه الكوزاين والسيك. لو قلنا 360 بلس ثيتا تبقى هي نفسها الثيتا بتاعه الفيرست كوادرنت اللي كل الريشوز فيها بتبقى بوزيتيف. يبقى ده اول حاجه، علشان لو قدامك 90 بلس 90 ماينس، معرفش 180 بلس 180 ماينس، دي كده علشان تحدد لي الكوادرنت وتحدد لي مين البوزيتيف، فهتبقى عارف مين اللي عندك بوزيتيف ومين اللي عندك نيجاتيف. ده من الجزئيه دي. الجزئيه دي اتفهمت؟ نخش على الجزئيه الثانيه. ال 90 وال 270 سواء معمول معاهم بلس او ماينس، دول بيغيروا اسم الفانكشن اللي جايه لك. تاني تشينجز نيم، تشينجز نيم ال 90 وال 270 منهم changes name، changes name يعني ايه يا مستر؟ changes name يعني بيغيروا الاسم بتاع الفانكشن. ازاي يا مستر؟ يعني انا لو جايب لك في السؤال ساين هتخليها انت كوزاين، لو كوزاين هتخليها ساين. اعرف لي كل واحده بتتغير بتبقى ايه؟ ها الساين تتغير تبقى كوزاين، الكوزاين تتغير تبقى ساين، التان تتغير تبقى كوتان، الكوتان تتغير تبقى تان، السيك يتغير يبقى كوسيك، الكوسيك يتغير يبقى سيك. امال ال 180 وال 360 doesn't change اسم، دول ما بيغيروش الاسم. جاي لك ساين هيفضل ساين، جاي لك تان هيفضل تان، جاي لك كوتان هيفضل كوتان. الجزئيه اللي بعد كده اللي هنحتاجها، في عندنا الساين والكوزاين والتان والسيك والكوسيك والكوتان. حلو؟ الكوزاين والريسيبروكال بتاعها لو الانجل نيجاتيف بيلغوا النيجاتيف، الكوزاين بس هي والريسيبروكال بتاعها. يبقى انت عندك الكوزاين والسك لو جايه لك نيجاتيف انت هتخليها بوزيتيف، لو الانجل مدينها لك نيجاتيف انت هتخليها بوزيتيف عادي. يعني اهو بنقول الكوزاين والسك اومكس نيجاتيف. زي ايه؟ لو قلت لك كوزاين نيجاتيف ثيتا او الانجل نيجاتيف، لا انت هتخليها كوزاين ثيتا. لو قلت لك سك نيجاتيف ثيتا خلاص هتبقى هي سك ثيتا. انما عندك الساين والريسيبروكال بتاعها اللي هو الكوسيك، والتان والريسيبروكال بتاعها اللي هو الكوتان، دول بيطلعوا النيجاتيف على بره. يعني النيجاتيف انجل نحط احنا النيجاتيف بره ونخلي الانجل تبقى بوزيتيف. يبقى عندك بص كده اهو، انا بقول ساين نيجاتيف ثيتا تبقى نيجاتيف ساين ثيتا، يبقى انا الانجل بدل ما كانت نيجاتيف خليتها بوزيتيف بس حطيت النيجاتيف بره. تعرف لي شويه الحاجات دي؟ هنشوف بقى بنستخدمهم ازاي دلوقتي، وهدي لك على اللي بيغير الاسم مثال، وعلى اللي ما بيغيرش الاسم مثال تاني، وعلى النيجاتيف مثال تالت، وبعد كده نحل عشان نشوف الجزئيه دي اصلا معموله علشان خاطر ايه. بس لازم كل المعلومات اللي انا قلتها لك دي كلها بالكامل تبقى في دماغك عشان تعرف تحل كويس. تعالى بقى نشوف شويه الحاجات اللي انا علمتها لك ازاي هنستخدمها، وهبدا لك بالحاجه الاطول كمان يعني عشان تعرف ان القصه ان شاء الله ما هياش صعبه، وهنشوف استخدامها بيبقى ازاي. احنا اتفقنا ان الريليتد انجلز اللي بيبقى السمشن او الديفرنس ما بينهم 90 اور مالتيبل اور 90. فانا اول حاجه عايز اعرف الريليشن بتوين تريجونومتريك فانكشنز اوف انجل ثيتا، السيتا دي على فكره بتبقى الاكيوت انجل، و90 بلس ثيتا. 90 بلس ثيتا، الثيتا اللي هي دي هي نفسها دي. خلاص؟ طيب انت بتفكر ازاي؟ انت بتفكر ازاي؟ اول حاجه بتقول هو انا عندي ده 90 بلس ثيتا، انا كده في انهي كوادرنت؟ لازم تحدد الكلام اللي بقوله من الاول كده عشان تعرف تشتغل. تمام؟ بتقول انا عندي 90 بلس ثيتا دي موجوده في انهي كوادرنت؟ خلاص بقى 90 بلس ثيتا يبقى انا كده بقيت سكند كوادرنت، حددت الكوادرنت، اقول مين اللي بوزيتيف فيه؟ اقول اه
انا عندي البوزيتيف هنا في السكند كوادرنت الساين والكوسين حددتهم لنفسي اهو. شوف انا كاتب قدام عينيا كده علشان ما اغلطش. طب ال 90 دي اتقال لي عليها ايه؟ اتقال لي عليها تشينجز نيم، يعني هتغير الاسم بس. الثلاث معلومات دول في دماغي اقول له تعالى بقى ايه علاقه ال 90 بلس ثيتا بالثيتا؟ اقول له والله الساين 90 بلس ثيتا ها، يبقى ال 90 هتعمل ايه في الاسم؟ هتغيره، الساين بيتغير بيبقى ايه؟ كوزاين. طيب الساين اللي كانت جايه لي في السؤال هي اصلا ايه؟ بوزيتيف، هم دول الاثنين البوزيتيف، يبقى النتيجه تبقى كوزاين ثيتا، يبقى ساين 90 بلس ثيتا هي نفسها الكوزاين ثيتا. طب تعالى للكوزاين، ها ال 90 هتعمل ايه في الاسم؟ هتغيره يبقى ساين، بقت ساين ثيتا. بس الكوزاين ده انا موجود في السكند كوادرنت، الكوزاين ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا الكوزاين ده نيجاتيف، تبقى النتيجه نيجاتيف. يعني انت بتحدد البوزيتيف والنيجاتيف من الاسم ده مش من النتيجه. خلاص؟ بتحدد البوزيتيف والنيجاتيف من الاسم اللي بادئ بيه مش من النتيجه. ما يجيش واحد يقول ايه اصل الساين دي بوزيتيف في السكند كوادرنت تبقى بوزيتيف. لا يا سيدي، انا الكوزاين اللي انا واخدها هي اللي نيجاتيف، يبقى الاجابه نيجاتيف وغيرت الاسم عشان ديت 90. تعالى للتاني، ها يبقى التان ال 90 هتغير اسمه تخليه كوتان، بقت كوتان ثيتا، والتان في السكند كوادرنت عشان انا موجود في السكند كوادرنت يبقى نيجاتيف، فتبقى الاجابه بتاعه تان 90 بلس ثيتا نيجاتيف كوتان ثيتا. نفس الكلام كوسيك 90 بلس ثيتا، لا الكوسيك الاسم هيتغير يبقى سيك، والكوسيك في السكند كوادرنت بوزيتيف، خلاص تبقى الاجابه سيك ثيتا. طب تعالى سيك 90 بلس ثيتا، يبقى السيك ال 90 تغيره تخليه كوسيك، والسيك بيبقى نيجاتيف في السكند كوادرنت عشان ما فيش بوزيتيف غير الساين والكوسيك بس، يبقى الباقيين بيبقوا نيجاتيف، تقوم تبقى السيك 90 بلس ثيتا تبقى بنيجاتيف كوسيك ثيتا. ها كوتان 90 بلس ثيتا تبقى ايكوال نيجاتيف تان ثيتا. خلاص بقى المفروض فهمت ليه ان الكوتان الاسم هيتغير يبقى تان، وانا كده في السكند كوادرنت مفيش بوزيتيف غير الساين والكوسيك، يبقى الكوتان ده هيبقى نيجاتيف، يبقى الكوتان 90 بلس ثيتا تبقى بنيجاتيف تان ثيتا. طب هو الكلام ده بنعمل بيه ايه وبيجي لي في الاسئله ازاي؟ هيجي لي سماعه دول؟ لا طبعا. امال ايه؟ احنا كنا خدنا سبيشال انجلز اللي هي 30 و60 و45. اي انجل يجيبها لك لازم هتخليها 90 بلس اي انجل من الثلاثه اللي احنا قلنا عليها دول، او 90 ماينس اي انجل من الثلاثه دول، او 180 بلس او 180 ماينس او 270 بلس او 270 ماينس او 360 بلس او 360 ماينس. ماينس مين او بلس مين؟ 30 او 60 او 45، هما دول اللي بنستخدمهم. كويس؟ مش فاهم يا مستر؟ تعالى بص معايا، انا بقول لك انا عايز ساين 120. طيب احنا لسه ما اتعلمناش غير غير ال 90 دلوقتي، لكن بعد شويه هنكون اتعلمنا كل حاجه، فممكن يبقى ليها اكتر من اجابه. فانا هنا اقول هي ال 120 دي تبقى 90 بلس مين من اللي انا قلت عليهم؟ ها؟ قال ايه ده 90 بلس 30؟ اقوم اقول له الساين 120 هي نفسها ساين 90 بلس 30، ورحت قايل طب ال 90 دي بتعمل ايه في الاسم؟ بتخليه كوزاين، يبقى بقت كوزاين 30. طب في نيجاتيف ولا مفيش؟ اقول لا ده انا كده في السكند كوادرنت، ال 90 بلس 30 يبقى انا في السكند كوادرنت، فالساين في السكند كوادرنت بتبقى بوزيتيف، فالاجابه هتبقى بوزيتيف. تقوم تبقى مين يا سيدي؟ الساين 120 هي نفسها الكوزاين بتاعه 30. الكوزاين بتاعه 30 اللي انا بجيبها من ال 30 60 في الريانجل، ادي ال 30 وادي ال 60، ادي 1 2 روت 3، الكوزاين 30 بيبقى بروت 3 اوفر 2، ابقى انا عرفتها. طب كمان مرة أنا جاي بقول لك كوتان 135، فأنت هتقول أنا هخلي في اللي إحنا اتعلمناه، بس عشان إحنا ما اتعلمناش غير ال 90، لكن أنت المفروض هتكون اتعلمته كله بقى، فهتقول والله ال 135 دي هي نفسها 90 بلس 45. تمام كده؟ طيب أنا كده في السكند كوادرنت، حلو. السكند كوادرنت ال 90 بتعمل ايه في الاسم؟ اولا بتغيره يبقى الكوتان هيبقى تان،
بقت 10 40 5، بس عشان انا في السكند كوادرانت كله مفيش غير الساين والكوسيك بس هم اللي بوزيتيف، يبقى الكوتان دي تبقى نيجاتيف، يبقى في هنا نيجاتيف. طيب هروح قايل ادي ال 45 تريانجل اهو، اللي يبقى هنا 1 وهنا 1 وهنا روت 2، التان بتاعه ال 45 ب 1 اوفر 1 اللي هي ب 1، تبقى الاجابه هتبقى نيجاتيف 1 وتبقى انت جبتها. عرفت الغرض ايه؟ طيب خد بالك بقى، لو قلنا ما ينتي ماينس ثيتا، لو قلنا ما ينتي ماينس ثيتا هنا بنفس الطريقه، هتروح قايل ان ما ينتي ماينس ثيتا، بص معايا ها انا هغير اهو، ادي ما ينتي هخليها ماينس ثيتا عشان تفهم بس ان القصه معتمده على الفعل. فهتقول انا ما ينتي ماينس ثيتا بقيت كده انا في الفيرست كوادرنت. طب الفيرست مين اللي بوزيتيف؟ ده كله بوزيتيف، والاس هيتغير، يبقى كل دول كده، كل الحكايه ان هيبقى كله بوزيتيف، هتلاقي دي كده بس. اه انت كده عرفت الريليشن ما بين الناينتي ماينس ثيتا والثيتا، طبعا كل ده هيبقى ماينس. تمام؟ اهو. ليه؟ عشان انا فهمت. علشان انا فهمت، يبقى اللي فهم هيستريح، اللي ما فهمش والنبي لو قعد يحفظ فيهم ثلاث سنين ما هيتحفظوا. طب يا مستر اللي انت عدلته ده عدلته ازاي؟ هقول لك تاني، انا حددت الاول ان ماينتي ماينس ثيتا في الفيرست كوادرنت، الفيرست كوادرنت كله بوزيتيف، خلاص يبقى ما فيش اي نيجاتيف هتظهر لي، الماينتي بتغير الاسم فخلاص، ساين ماينتي ماينس ثيتا الاسم يتغير يبقى كوزاين، الكوسيك الاسم يتغير يبقى سيك، الكوزاين الاسم يتغير يبقى ساين، السك الاسم يتغير يبقى كوسيك، التان يتغير يبقى كوتان، الكوتان يتغير يبقى تان. بنفس الطريقه تقدر تعمل 270 بلس و 270 ماينس، عشان ال 270 ماينس هتبقى في الثيرد كوادرنت، وال 270 بلس هتبقى في الفورث كوادرنت، وهتاخد بالك ان ال 270 بتغير الاسم خلاص، وهتحدد مين اللي بيبقى بوزيتيف عندك في الكوادرنت ومين اللي نيجاتيف، وتعمل زي ما احنا عملنا هنا بالظبط. انا كده وضحت لك اللي بيغير الاسم، تعال نشوف اللي ما بيغيرش الاسم. نشوف دلوقتي مثلا على اللي الاسم بقى ما بيتغيرش، هناخد احنا عندنا اللي ما بيغيرش الاسم ال 180 وال 360، يبقى 180 بلس و 180 ماينس و 360 بلس و 360 ماينس هيبقوا بنفس الطريقه دي. الفرق الوحيد بس انك تشوف مين انت في انهي كوادرنت، تحدد مين البوزيتيف اللي فيه عشان الباقيين هتحط لهم نيجاتيف. هي دي كل القصه. فلما نيجي هنا انا عايز اشتغل على الثيتا وال 180 بلس ثيتا، فبقول خلاص 180 بلس ثيتا يبقى انا كده بقيت في الثيرد كوادرنت. طب الثيرد كوادرنت مين اللي فيه بوزيتيف؟ مفيش عندي غير التان والكوتان كتبتهم قدامي هما، علشان ابقى عارف ان الباقيين هيبقى في عندهم نيجاتيف. وعرفت ان ال 180 دي ما بتغيرش الاسم، يعني الساين يفضل ساين، الكوزين يفضل كوزين، وهكذا. يبقى بالتالي لما اجي اقول لك ساين 180 بلس ثيتا، خلاص الاسم مش هيتغير، هيفضل ساين، بس ده هيبقى نيجاتيف عشان مفيش بوزيتيف غير التان والكوتان. يعني كل اللي قدامك ده هتلاقي التان والكوتان هيفضلوا بوزيتيف، والباقيين هيبقى في قدامهم نيجاتيف. اهو كوزين 180 بلس ثيتا نيجاتيف كوزين ثيتا، تان 180 بلس ثيتا دي تفضل بوزيتيف تان ثيتا، كوسيك 180 بلس ثيتا تبقى نيجاتيف كوسيك ثيتا، سيك 180 بلس ثيتا تبقى نيجاتيف سيك ثيتا، كوتان 180 بلس ثيتا كوتان ثيتا. تمام؟ طيب مثال برضو، انا اقول لك انا عايز ساين 225 لو انا حابب اشتغل بال 180 بلس، فاقول له ان 225 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 180 بلس 45، يبقى الساين 225 هي نفسها ساين 180 بلس 45، تقوم تبقى نيجاتيف ساين 45. ال 45 طبعا من التريانجل بتاعها بيبقى 1 روت 2، الساين بيبقى اوبوزيت اوفر هايبوتنوس، الساين ب 1 اوفر روت 2 يبقى نيجاتيف، تبقى نيجاتيف 1 اوفر روت 2. مثلا بقول لك انا عايز كوسيك 240، هتقول ال 240 دي عباره عن 180 بلس سيكستي،
تبقى نيجاتيف كوسيك 60. الكوسيك الريسيبروكال بتاع مين؟ بتاع الساين. الساين 60 بروت 3 اوفر 2، يبقى الكوسيك هتشقلبها تبقى 2 اوفر روت 3. بس ما تنساش النيجاتيف، ما تنساش النيجاتيف. نشوف دلوقتي الريليشن بتوين ريشيوز اوف ثيتا اند نيجاتيف ثيتا. قلت لك حط في دماغك من الاول في عندك حاجتين بيلغوا النيجاتيف خالص بتاعت الانجل، والاربعه الباقيين بيطلعوا النيجاتيف لبره. اللي بيلغوها خالص الكوزين والسيك دول بيلغوا النيجاتيف كانها ما كانتش موجوده، لكن الاربعه الباقيين اللي هم الساين والكوسيك والتان والكوتان دول بيطلعوا النيجاتيف لبره خالص ويخلوا لك الانجل تبقى بوزيتيف. حطيت في دماغك الكلمتين دول هتعرف تعمل الكلام ده. ها ساين نيجاتيف ثيتا، الساين بتطلع النيجاتيف لبره تبقى نيجاتيف ساين ثيتا. كوزين نيجاتيف ثيتا، لا الكوزين بتلغي النيجاتيف تبقى هي كوزين ثيتا. تان نيجاتيف ثيتا، التان بتطلع النيجاتيف بره تبقى نيجاتيف تان ثيتا. كوسيك نيجاتيف ثيتا، الكوسيك هتطلعها لبره يبقى نيجاتيف كوسيك ثيتا. السيك نيجاتيف ثيتا تبقى هي نفسها سيك ثيتا. كوتان نيجاتيف ثيتا تبقى نيجاتيف كوتان ثيتا، كله طلعناه من الكلمتين دول. يعني مثلا انا جاي لي في السؤال كوزين نيجاتيف 45، اقول كوزين دي بتعمل ايه في النيجاتيف؟ لا بتلغيها خالص تبقى هي كوزين 45 ب1 اوفر روت 2. طب جاي لي في السؤال ساين نيجاتيف 30، اقول لا ده الساين دي بتطلع للنيجاتيف بره وتخلي لي الانجل دي بوزيتيف، تقوم تبقى نيجاتيف ساين 30 يعني بنيجاتيف هاف. كويس كده؟ طيب في حاجه بقى عاوزك تاخد لي بالك منها قوي قوي قوي. انت لو واخد بالك في كل اللي فات انا كنت بقول ايه 90 بلس او 90 ماينس، 270 بلس 270 ماينس، 180 بلس 180 ماينس، ها وهكذا. تمام؟ لو انا بقى جات لي معكوسه جوه، خد بالك الماينس مش كوميوتيتف، انا القانون اللي واخده ممكن يبقى 180 بلس او 180 ماينس. خلينا في الماينس، خلينا في الماينس عشان الماينس مش كوميوتيتف. طب فرضا هي جايه لي بقى ثيتا هي اللي ماينس 180، او ثيتا هي اللي ماينس ال 90، او ثيتا هي اللي ماينس ال 360، او ثيتا هي اللي ماينس ال 270. يعني الراجل عكسها لي، تروح واخد لي نيجاتيف كومون فاكتور، تروح واخد لي نيجاتيف كومون فاكتور. مش فاهم يا مستر؟ يعني مثلا عندك ثيتا ماينس 90، لو احنا خدنا نيجاتيف كومون فاكتور تقوم تبقى 90 ماينس ثيتا، ونرجع للقوانين اللي احنا اتعلمناها. مثلا جايب لك ثيتا ماينس 180، لا هتاخد لي نيجاتيف بره وتخليها انت 180 ماينس ثيتا. طيب اكزامبل برضو، فرضا انا جاي بقول لك ساين ثيتا ماينس 90، ساين ثيتا ماينس 90 لا، اقول له انا هخليها ساين، والثيتا ماينس 90 دي هاخد نيجاتيف كومون فاكتور تبقى 90 ماينس ايه؟ ثيتا. طيب واحنا لسه قايلين ان الساين بيطلع النيجاتيف دي بره، تقوم تطلع بره ويبقى هنا ساين 90 ماينس ثيتا. ساين 90 ماينس ثيتا طبعا ال 90 بتغير الاس فتبقى بكوزين ثيتا، هتبقى بكوزين ثيتا، وفي النيجاتيف علشان الساين بتطلع النيجاتيف لبره، تقوم تبقى في الاخر دي ترسى على نيجاتيف كوزين ثيتا. برضو ما تنساش ان ال 360 هي نفسها ممكن نكتب مكانها 2 بار، ال 180 ممكن تلاقينا كاتبين مكانها بار، ال 90 ممكن تلاقينا كاتبين مكانها باي اوفر 2، ال 270 ممكن تلاقينا كاتبين مكانها 3 باي اوفر 2. لازم كل الحاجات دي تبقى في دماغك عشان اي سؤال يجي لك في الجزئيه دي يبقى حضرتك قادر على التعامل معاه بمنتهى البساطه. شوف معايا الاكزامبل ده، هو مجنين فيه افكار كتيره جدا عن تقريبا كل الافكار اللي احنا قلناها. بقول لك فايند كوزين نيجاتيف 150 ساين 600 بلس كوزين 2 باي اوفر 3 ساين 330 ماينس سيك نيجاتيف 5 باي اوفر 4 تان 900. اولا انت هنمسك كل واحده من دول كده نظبطها ونحسبها، وبعدين في الاخر نبقى نعمل سبستيتيوتنج. فهمت؟ اول الكوزين نيجاتيف 150، اول حاجه افتكر معايا بقى الكوزين بتعمل ايه في النيجاتيف؟ بتلغيها خالص،
خلاص يبقى الكوزين نيجاتيف 150 هتبقى هي نفسها الكوزين 150. طيب ال 150 دي انا ممكن اخليها ايه؟ ممكن اخليها 180 ماينس 30، يبقى نحط مكانها 180 ماينس 30. ال 180 ما بتغيرش الاس، يبقى الكوزين هيفضل كوزين. وال 180 ماينس بتبقى في السكند كوادرنت، والكوزين بتبقى فيها نيجاتيف، يبقى في هنا نيجاتيف، فتبقى نيجاتيف كوزين 30. طبعا من ال 30 60 تريانجل عارفين ان الكوزين 30 بيبقى بروت 3 اوفر 2، فهتبقى النتيجه نيجاتيف روت 3 اوفر 2. هتنقل على الساين 600، اي انجل تجي لك جريتر 360 تفضل تعمل سبتراكت 360 لحد ما توصل لاول نتيجه تكون سمولر 360 زي ما قلنا قبل كده. ال 600 لما نعملها ماينس 360 هتديني 240، يبقى انا هشتغل على ال 240. ال 240 عباره عن ايه؟ عباره عن 180 بلس 60. ال 180 ما بيغيرش الاسم، يبقى انا هفضل ساين. ال 180 بلس بتبقى في الثيرد كوادرنت، الثيرد كوادرنت الساين بتاعته بتبقى نيجاتيف، فهيبقى في هنا نيجاتيف، فبقت نيجاتيف ساين 60 يعني نيجاتيف روت 3 اوفر 2. كوزين 2 باي اوفر 3، الباي دي انا قلت لك حط مكانها 180، فيبقى 2 تايمز 180 اوفر 3 هتطلع لك 120، بقت كوزين 120. ال 120 هنخليها 180 ماينس 60 تمام، تبقى هي نيجاتيف كوزين 60 تطلع بنيجاتيف هاف. نيجي للساين 330 هنخليها 360 ماينس 30 تبقى نيجاتيف ساين 30 تبقى بنيجاتيف هاف. خد بالك ليه يا مستر؟ علشان ال 360 ما بتغيرش الاسم، فالساين هيفضل ساين، وال 360 ماينس في الفورس كوادرنت، الفورس كوادرنت بتاعه البوزيتيف اللي فيه الكوزاين والسك، فدي بتبقى نيجاتيف، عشان كده النيجاتيف دي سيك نيجاتيف 5 باي اوفر 4. خلاص بقى عرفنا اولا السيك دي هتلغي لي النيجاتيف دي، لان احنا قلنا الكوزاين والسيك بيلغوا النيجاتيف خالص، فالنيجاتيف دي هتتلغي بعد كده دلوقتي. والباي هنحط مكانها 180 وهنحسب النتيجه انها طلعت 225، يبقى الكلام ده هو سيك 225. ال 225 هنخليها 180 بلس 45 بلس 45. انا كده في الثيرد كوادرنت السك بيبقى نيجاتيف، وال180 مش هتغير الاس، فتبقى نيجاتيف سك 45 اللي هي نيجاتيف روت 2. شيل بقى ادي التان 900، برضو هنمسك ال900 لازم نعملها ماينس 360 لحد ما تبقى ليس ذان 360. 900 ماينس 360 540، عملتها ماينس 360 تاني بقت 180، يبقى انا هشتغل على 180، يعني التان 900 هي نفسها التان 180. التان 180 بزيرو بتجيبها من اليونت سيركل. اعمل بقى سبستيتيوت في الاكسبريشن، شيل كل واحده جايه لك في الاكسبريشن وحط مكانها الفاليو اللي احنا جهزناها واحسب النتيجه، هتلاقي النتيجه طلعت في الاخر ب 1. اتمنى يكون الجزء ده مفهوم. هو الجزء ده ممكن الاله الحاسبه تحللك دي كلها، ولكن انت لازم تبقى فاهم الجزئيات، لان الراجل اللي بيحط الامتحان مش اهبل ولا عبيط عشان يحط لك سؤال تخبطه بالاله الحاسبه تطلع لك اجابته. فعشان كده احنا شرحناه، وكده احنا خدنا جزء من الدرس. على فكره الدرس ليه جزء تاني ان شاء الله، حاجات تانيه، علشان ما يبقاش الكلام كتير عليك هنكتفي بالجزء ده في الدرس، وهنكمل الدرس ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ونتقابل على خير. سلام عليكم.